ما هلا فرح رح نبلش اولى محطاتنا الصباحيه ورح نروح للمساحه والصحه النفسيه ورح نحكي ضمن فقرتنا الطبيه ممكن نعرف ما معنى الفوبيا اللي هي احدى اشهر انواع اضطرابات القلق وتعرف ايضا بانه هي خوف غير عقلاني او مبالغ فيه تجاه اي غرض او موقف او شعور. لنعرف طبعا مسببات الفوبيا وكيف ممكن التعامل معها ونصائح بهذا الموضوع اكيد مع ضيفنا المختص الدكتور راغد هارون وهو اختصاصي بالطب النفسي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك دكتور. يعني دائما نحن بنحاول نوصل لحاله نفسيه متوازنه لكن نسمع كثير عن اشخاص عندهم فوبيا. خلينا بالاول نعرف شو هي الفوبيا بمفهومها العام والشائع بين الناس او بمفهومها العلمي ايضا. تمام. كمان صحيح. حقيقه الفوبيا يعني من اسمها هي رهابات، طبعا هي فرع من القلق فرع من اضطراب القلق بالطب النفسي. الفوبيا تعني الخوف من شخص ما أو شيء ما أو حدث معين بطريقة غير عقلانية وغير متوقعة. يعني ارتكاس أو رد فعل الشخص تجاه هذا الحدث غير عقلاني، قد يكون صراخ بشكل مفاجئ بالشارع، قد يكون تجنب وهرب بشكل سريع إذا ظهر المسبب بشكل مفاجئ، ومؤثر هذا العمل على حياة هذا الشخص لدرجة أنه ممكن إذا كان في عنده أحد أنواع الفوبيا مثل رهاب الساح أو الأماكن المكتظة ممكن أنه يجعله أسير منزله، أسير البيت لأشهر وسنوات ما يطلع إلى أن يقتنع بالنهاية بالعلاج ويرجع لحياته النفسية السليمة ويتابع حياته. دكتور راغد خلينا نحكي شوي عن انواع الفوبيا وخصوصا انه بنعرف في انواع كثير. شيء بيرتبط بالاماكن، شيء بيرتبط بمواقف، شيء بيرتبط بحيوانات، يعني انواع كثير بنسمع عنها. وامتى بتبدا تظهر؟ هل هي وليده موقف معين بيضطر فبصير عند الشخص رده فعل هي الفوبيا مثل ما حكيت، او في شيء له علاقه بالوراثه مثلا؟ بالوراثه نعم صحيح. يعني كأسباب للفوبيا حقيقة طبعا معظم الأخصائيين النفسيين والباحثين أجمعوا على علاقة الوراثة الوطيدة بهذا الموضوع بسبب تواجد يعني العديد من أقرباء المريض مصابين باضطراب القلق. ولكن كأنواع للفوبيا طبعا الفوبيا تصيب كل شيء، أي شيء ممكن يصير معنا فوبيا منه، لكن هناك شيء شائع وهناك فوبيات نادرة أو يعني قليلة جدا حقيقة. طبعا من الفوبيات الشائعة أو الرهابات الشائعة الرهاب الاجتماعي، خاصة عند الأطفال، عند المراهقين، في عندهم رهاب من الظهور بالأماكن العامة أمام الناس، ممكن يصيبهم خفقان، تعرق، رجفان، هالأعراض اللي بتصير نتيجة هالتعرض المفاجئ لهالموقف. رهاب أو الزوفوبيا بنسميه، رهاب الحيوانات، هذا شائع حقيقة وكثير منا يعني ما في حدا ما بيعاني من رهاب من مشكلة معينة. يعني رهاب الحشرات طبعا الصرصور يأتي في مقدمتها لأنه جميعنا في عنا رهاب منه يعني، أو باقي الحشرات. فالحيوانات حسب نوع الحيوان وحسب الشخص تجربة الشخص. فمثل ما تفضلتي فعلا هي نقطة مهمة، هل يا ترى هو ولد عنده استعداد لهذا التوجه من الفوبيا ولا هناك تجربة بحياته؟ قلنا أكيد بده يكون فيه أو غالبا بده يكون فيه سابقة عند أحد الأقارب أو في عنا علاقة وراثية بالموضوع. ولكن أيضا هناك كثير من الحالات يلي بيكون قد خضع هذا الطفل إلى تجربة قاسية معينة، قد تكون بطفولته لدغته أفعى فصار في عنده رهاب الأفاعي، قد يكون تفاجأ بعنكبوت ضخم بالنسبة له كطفل أو حتى لو ما هو خطير ولكن عنده رهاب هذا الموضوع، قد يكون
وهي منشوفها كتير بالمسابح أو بالبحر من أجل أنه الأهل يشجعوا الطفل على أنه يتعلم السباحة، بيمسكه وبيزته بالمي وهو ما بيعرف يسبح. طبعاً والده جاهز أنه ينقذه، ولكن أبداً ما أنا طريقة للتعليم، لأنه رح تعلمه شغلة واحدة فقط هي الفوبيا والرهاب من المسبح أو من الماء، وبده يرجع يعيد من أول وجديد تدريجياً كيف يحببه بالمسبح ليشعر بالأمان ويرجعه. فالتجارب اللي بيمر فيها الإنسان مهمة جداً حقيقة بإحداث الفوبيا اللي هي شائعة طبعاً عند النساء أكثر من الرجال، طبعاً يعني لدرجة أنه بدراسة أمريكية، يعني الدراسة بتقول النسبة بين 9 و19% من النساء بمختلف الأعمار عندهم فوبيا. لاحظي قديش شائع، نحن عم نتحدث عن تقريباً أشيع فرع من فروع أشيع اضطراب اللي هو القلق من اضطرابات الطب النفسي. القلق هو أشيع الاضطرابات في العالم، ولكن عم نتحدث عن أشيع اضطراب واللي هو الفوبيا، لأنه 9 ل 19% عدد كتير كبير بجميع الأعمار. عند الرجال أيضا نفس النسبة، ولكن فوق عمر 25 بتصير عندهم هالنسبة هي. الأطفال أيضا 4 ل 10% من الأطفال عندهم فوبيات متنوعة ومتعددة من الحيوانات أو من الأشخاص أو من الغرباء أو من الماء أو غيرها من الأشياء الموجودة بالمحيط اللي هو عايش فيه وبيتفاعل معها بطريقة مخيفة جداً، وردة فعل صادمة ومكربة جداً له بتعيق حياته. وغالباً ما يتأقلم مع فكرة، مريض الفوبيا بيتأقلم مع حياته اللي فيها رهاب. يعني مثلاً أنا عندي رهاب الأماكن المكتظة بتجنبها، وبصير روح بالليل بنزل بالليل العالم كله يا تراجع عبيوتها، بروح بجيب أغراضي وبيتأقلم بهالشكل هذا. ولكن هذا ما هو شكل سليم للحياة، المفروض يكون في عنا قدرة على الخروج بأي وقت من دون ما يكون في قلق من ناحية معينة غير منطقية. نعم، هون السؤال دكتور، أنه نحن أنت بيكون في حالة قلق على الشخص المصاب بالفوبيا، أنت بنحس أنه ممكن يدخل بمرض نفسي، هل ممكن فعلا يتطور لهذا الشيء، وكيف ممكن نحن نحد منه قبل التطور؟ صحيح، حقيقة الفوبيا يعني هي على بساطتها وبساطة حلها بالبداية إذا ظهرت كعامل وراثي، يعني كنظام كيماوي دماغي عند هذا الطفل، أو إذا ظهرت بعد تجربة معينة، ممكن أنه إذا أهملت تتفاقم لأنه تؤدي إلى كآبة عند هذا الشخص. قديش كئيب الشخص المتأقلم مع طبيعة الفوبيا اللي عنده، هو مكتئب ما هو مرتاح، ولكن لقى هي أفضل طريقة لحتى أنه يعيش فيها، خاصة إذا كانت الفوبيا ممكن ترافقنا بشكل دائم. يعني نعم، ممكن فوبيا الحشرات ممكن نتجنبها في بعض الأحيان، ما صحيح تظهر بشكل دائم، صحيح. لكن المشكلة الحقيقية لما بتكون هي مرافقة لإلنا مثلا مثل الأماكن المزدحمة، هذا الشيء يمكن صعب شوي التجنب خاصة للأشخاص العاملين. يعني صحيح، يعني بتجنبوا العمل، بتجنبوا التواصل، تعزلوا بشكل كامل عن التواصل مع الآخرين. فالاكتئاب من أهم الكومبليكيشن أو الاختلاطات اللي ممكن تصير. سوء استخدام العقاقير أو المواد أيضا يحدث كسيلف تريتمنت، يعني علاج أو محاولة علاج ذاتي لهذا الشخص لمشكلته. ممكن يشرب الكحول ويلاقي أنه فعلا الكحول أعطاه انطلاق وراح على الأماكن المزدحمة من دون أي مشكلة. بس هون فوت مشكلة تانية، هون تماما دخلنا بمشكلة أخرى. نحن أكيد عم نبحث على حل يساوي هذا الحل. نعم، ولكن بطريقة سليمة من دون ما نسبب له مشكلة أخرى. ممكن يتعاطى أي مادة تجعله سوشيال اجتماعي
وقادر على التواصل، ممكن ياخذ أي مادة ويفوت بالغابات، لا نخايف لا من حيوانات ولا من أفاعي ولا من عناكب، ولكن هذه أبدا ما نو طريقة لحل الرهابات عند الأشخاص. طيب دكتور، يعني هون بيبرز دور العلاج النفسي بشكل كتير كبير بهذا النوع بالذات، يعني اللي هو مثلا بعض الاضطرابات الأخرى بالشخصية بيكون يمكن نصف دوائي ونصف نفسي. نعم. أما الفوبيا يمكن العلاج النفسي بيكون أكبر وعليه صحيح. تعويل أكثر، لأنه العلاج الدوائي ممكن يتحول باللا شعور لتريح، فبتضل المشكلة منيمة إذا ما تم معالجتها من جذرة. خلينا نحكي الفوبيا كيف بتم معالجتها من جذرة نفسيا تماما، وهل أسلوب المواجهة اللي كنا نشوفه بالدراما مثلا ببعض المسلسلات أو بالأفلام، أنه بيواجهه بالشيء اللي هو خايف منه وبطريقة مضحكة أو كوميدية، هل هذا الشيء صح؟ في جزء منه صحيح على أرض الواقع؟ في الحقيقة يعني بالنسبة لي هذا ما نسميه العلاج بالإغراق أو الأفيرجن ثيرابي. الأفيرجن ثيرابي هو أنه مثلا الكلوستروفوبيا أو رهاب الأماكن المغلقة كان سابقا موجودة هذه العلاج، ولكن لأنه لاحظوا أنه عم يفاقم الحالة لغو. مثلا رهاب الأماكن المغلقة بيخافوا من الأسانسير لأنه مكان مغلق وضيق، كانوا يحطوه بهالأسانسير وعلى الطابق 90، فيعاني خلال هالوقت من طبعا أعراض الفوبيا اللي هي خفقان وتعرق ومشاكل هضمية ورجفان وتشنجات عضلية وما إلى هنالك من صحيح. أعراض الرهابات، إلى أن يصل بالنهاية ويلاحظ أنه ما صار شيء نهائيا، ولكن لاحظوا فعلا انه عم يتعمق الخوف، لانه العلاج هو تدريجي، يعني ديسنسيتايزيشن ازاله حساسيه تدريجيه. لناخذ مثال الاسانسير نفسه او الزوفوبيا رهاب القطط او الكلاب، هذا علاج بيتم بالطريقه المعرفيه السلوكيه، هو عنده معلومات خاطئة عن هذا الشيء عم يتفاعل تجاهها بطريقة خاطئة، بدنا نزيل هالأفكار الخاطئة ونحاول تدريجيا نوضع أفكار سليمة من أجل أنه يكون التفاعل سليم. لذلك نحن إذا كانت سيدة بتخاف أو في عندها رهاب من القطط، ممكن بالجلسة الأولى نتحدث معها عن القطط وعن أسباب رهاب القطط ونفهم منها فعلا مشكلتها. ممكن بالجلسة اللي بعدها نعرض عليها صور بعض أنواع القطط الجميلة، وطبعا بدها تتوتر حتى من الصور، لأنه حتى من ذكر الموقف المرهب تحدث أعراض الفوبيا. يعني اللي زادته أبوه بالمسبح وصار عنده رهاب المسابح، إذا بتجيب له سيرة المسبح بتصيبه نفس الأعراض، بيتعرق وبيرجف وبيخاف وبيصير كأنه بنفس الجو يلي وضعه والده فيه. فذكر الموقف أو التعرض له واحد بالنسبة للمريض. فالعلاج تدريجي على عدة جلسات. بعد الصور ممكن ننتقل إلى قطة داخل قفص بتشوفها من بعيد المريضة داخل العيادة لعدة مرات، بعد فترات بنخليها تلامسها بشكل بسيط، بعد فترات بنطلع هالقطة ومنحاول نظهر لها قديش أليفة، بعد فترات ممكن تصير تلعبها من دون أي مشاكل وبترجع لها القصة هاي، وبعد فترة بصير القطة عندها فوبيا من الشخص عكتر ما حبتها يعني، وعكتر ما كانت سعيدة بزوال هالفكرة هاي. هلأ مو دائما العلاج المعرفي السلوكي هو الأساسي أو هو أساسي، ولكن هو الوحيد، ممكن يتشارك مع علاج دوائي، لأنه نحن ذكرنا بالبداية أنه في عنا مشاكل وراثية، وبالتالي هذا الخوف هذا القلق
بدنا نرجع بكل مرة إلى توضيح كامل للأخوة المشاهدين بأنه مرضنا أو اضطرابنا النفسي ما هو اضطراب جاي من الفراغ أو اللاشيء. هناك إصابة عضوية، ولكن هذه الإصابة العضوية على مستوى النواقل العصبية في الجملة العصبية المركزية. ممكن أي اضطراب بالسيروتونين يحدث هذا الرهاب والقلق، ممكن أي اضطراب بالنور إبينفرين يحدث هذا الاضطراب بالرهاب أو بالقلق، ومنها كفرع الرهاب أو غيرها من فروع القلق. لذلك ممكن نشرك مضادات الاكتئاب أو حاصرات مستقبلات بيتا أو البنزودياذبينات لفترة مؤقتة من دون أي مشاكل. حسيت لأنه تحدثتي أنه هناك مشكلة عن الأدوية، أبداً ما في مشكلة على الأدوية، مشان دافع أنا على الأدوية، لأنه يعني المشكلة أحياناً بتكون بعدم استخدام الأدوية، ولكن أنا ماني مع الاستخدام المسيء للأدوية، يعني مع الالتهام الكبير للأدوية. يعني عند رهاب وأنا واصف له مثلاً جرعة مناسبة لحافظ على تركيز ثابت بالدم من هذه المادة، فهي عم تأخذ حبوب ولقيت حالة مرتاحة فصارت تأخذ هالحبوب بشكل مستمر، وبالتالي دخلت نفسها بالكومبليكيشن اللي تفضلتي فرح سألتي عنه، هو من اختلاطات الرهابات هو سوء تناول العقاقير، سواء كسيلف تريتمنت علاج ذاتي بالكحول أو هي بتجيب أدوية، وسواء بإساءة استخدام أدوية الطبيب اللي وصف لها. نعم. هالأدوية هالحين. نعم دكتور، كتير من الأهل بيسألوا كيف فينا نحمي أطفالنا من الفوبيا، هل هذا الشيء ممكن يصير؟ وشو هي المحاذير يلي نحن بننصح الأهل ممكن بأسلوب تربية معين نحن نبعد عنه لحتى ما نكون بشيء ونصير بفوبيا بدها علاج لحتى نحن نخلص منه؟ صحيح، يمكن ذكرنا مثال عن كيف الأهل ممكن أنه يكونوا هن أحد أسباب الفوبيا، بأنه يمسك ابنه ويزته بالمي لأنه من أجل أنه يكون شجاع بالسباحة. هو رح يصير شجاع ولكن ليس بأي الطريقة. في نقطة أنا فرح بتشكرك ذكرتيني فيها، أنه إحدى طرق تعلم الفوبيا هي من الكبار. يعني أنا دائما الطفل بيتعلم من الملاحظة، ليس فقط من كلامنا أو من القراءة، من الملاحظة. وطريقة الأكثر تعلما هي الملاحظة تماما. إذا لاحظني أنا كوالده عم خاف من القطط، بيخاف من القطط لأنه بيعتبر أنه هذا شيء خطير جدا، لأنه أنا الأكبر منه والمثال بالنسبة له عم خاف منه. إذا شافني عم خاف من الأفاعي بشكل هائل جدا بيتعلم هذا الموضوع. إذن الرهاب ينتقل بالتعلم غير بالوراثة، يعني بالصبغيات بالجينيتك، أيضا ينتقل بالسلوك، سلوكيا ممكن أنه نعلمه إياه. لذلك هذا السؤال المهم واللي فعلا بيجعلنا نعمل وقاية قبل ما ننصاب. نحن كأهل أو كأشخاص بالغين عرفنا حجم كل مشكلة وأنه ما في داعي تسبب هذا الرهاب، ولكن الطفل ما رح يعرف هالشيء هذا، كيف ممكن أنا أني ساعده كأهل؟ أهم شيء أنه يكون في دائما شرح وتفاصيل. نعم. للطفل مثال المسبح، أنه نسأله بتحب تروح على المسبح؟ بيقول إيه، بنروح. بتحب تقرب من المي؟ شو رأيك نقرب؟ منقرب. تعني نلمس المي خطوة خطوة، ليك ما أحلاها، عود وحط رجليك بالمي، أنا رح أنزل وليك قديش أنا رح أنزل قدامك وشوف أنا قديش رح أكون بخير، بتوثق فيني، فيك تتمسك فيني بابا مشان نمشي شوي بالمي. طبعا هي على عدة مرات. نعم. هلأ قد تكون من أول مرة حسب طبيعة الطفل، وقد تكون بحاجة لعدة مرات، ولكن خلينا نكون على ثقة كاملة بأنه مهما كان شدة الرهاب كبيرة، الطفل بده ينزل على المي وبده يتعلم السباحة. أبدا ما نفكر أنه هذا الطفل بعمره ما بيسبح، لأنه جبان، كلمة جبان ممنوع تقال للطفل. نعم. لأنه بيتعلق بهالكلمة
وبتصير من شخصيته. بالنسبة له صفة وجزء من شخصيته. نعم. لا ننعته بأي صفة، بالعكس خلينا نقول عنه أنه أنت شجاع وأنا متوقع منك أفضل من هيك يا بابا. فخلينا نفس الشيء بالنسبة لي إذا كان في حديث عن الغابات، حديث عن الرعب الحيوانات، إنه هذا الحيوان ما بيخوف فينا نتجنب بهالطريقة. بالعكس عم نشوف أسلوب تخويف أحياناً دكتور. نعم نعم، نحنا بصراحة ربينا من أهلنا على طريقة إنه اصحى تروح على هالمكان لأنه بيطلع لك البابا. البعبع، الغول، بعض الألفاظ اللي بصراحة ما أنزل الله بها عقوبة من تمام. فيعني طبعا أهلنا على بساطتهم يعني بيتحدثوا بهالطريقة ليجنبونا الخطر، ولكن كان بإمكانهم يتحدثوا معنا ويطلبوا مننا أنه بابا إذا رحت لهنيك هون ممكن بالعتمة في توقع أو يصيبك شيء، إذا كنت محتاج ومضطر تروح أنا بروح معك من أجل أنك تساعدني. دكتور يعني. راغد، نحن حكينا هيك عن المشكلة من البداية والأسباب وكيف ممكن التعامل حتى مع الأطفال. طيب إذا خلينا ننتقل شوي للمشكلة الموجودة، يعني عند الكبار هي موجودة خلاص ما عاد فينا نرجع للقديم، كيف بدنا نتعامل يعني مع الشخص اللي عنده رهاب ويمكن خايف انه هو يواجه ويروح يلاقي حل ومشكلة لهذا الموضوع اللي هو عم بيعاني منه عند الشخص البالغ؟ يعني طبعا شخص كبير كيف عم بدنا نعالجه، كيف بدنا نساعده لحتى انه ياخذ خطوة يتعالج من الرهاب صحيح. اللي هو عم بيعاني تماما. نحن كنا عم نتحدث عن الأطفال وعن الوقاية يعني من أنه يصاب بهالشي، ورغم كل وقايتنا ممكن أنه بسبب تعدد الأشياء اللي بيصيبه رهاب من الشخص ممكن أنه يصاب منه، ولكن إذا أنا علمته كيف الطريقة اللي ما يكون مرهوب من هذا الشخص من هذا الشخص أو الشيء، بيقدر هو بعملية فكرية وعقلية ما يكون رهابي ويكون واثق بطريقة معينة أنه يقترب من هذا الشيء. أما بالنسبة للبالغين اللي أصيبوا أو خلينا نقول أطفال أهملوا واستمر معهم الرهاب، حقيقة مثل ما ذكرنا يعني بدنا نعالج الموضوع بطريقة معرفية سلوكية، هذا علاج أساسي. قد نحتاج إلى تدخيل الأدوية منذ البداية حتى يرضى معنا أنه فعلاً يبدأ العلاج، يعني أنه أنا لا يمكن أقدر أتقبل القطة يا دكتور، لا يمكن، ولكن إذا بلشنا بكورس علاجي دوائي من أسبوع لأسبوعين ممكن تقول أنه ليش لخاف من القطة؟ أنا جاهز للعلاج المعرفة السلوكية دكتور، وممكن أنه نطبق الأسلوب اللي بدك إياه ونزيل أي رهاب عم يعاني منه الشخص بالعلاج الأساسي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي. نعم، كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى اكيد ما يكون في حاله فوبيا او رهاب من اي شيء موجود. نسينا رهاب الاسعار بصراحه. هذا ما في مجال، هذا يعني كل يوم من في اعلي الامن. صحيح، شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، نتمنى اكيد الصحه لكل الناس. شكرا لك. امين يا رب. شكرا. صحه للجميع.